السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم حسنة ديجا. اليوم غنديروا واحد الخميرة اللي صحية ومفيدة للجسم وكتنفعنا، وهي دي الجدود ودي الوالدين. فكنتمنى من البنات كلهم يجربوها، فراها كتجي روعة والخبز ديالها كيجي هشيش ورطب وفي نفس الوقت صحي للجسم ديالنا. فبقوا معايا. هاد الخميرة أخواتي كتكون من ثلاثة ديال العناصر. عندنا الدقيق الكامل بالنخالة ديالو، واللبن، اللبن يكون طبيعي 100%، يعني عارفين من شارينه، ما يكونش مخلط بالماء باش تنجح لنا الطريقة. والتمر، حيت كاين عدة طرق، هذه هي الطريقة اللي كتكون ناجحة 100%. فكناخذ القياس اللي بغينا، يعني ما عندناش عبار مضبوط، كناخذ القياس ديال اللي بغينا ديال القمح. لا كنكبوا عليه اللبن. بسم الله، اي حاجه اخواتي طبيعيه فراهي صحيه للجسم ديالنا. كنخلطوا، كنخليوهاش قاصحه، ان شاء الله غادي نعجن لكم العجينه وغتشوفوا الخبز كيفاش كيجي فيها. زيدوا شويه، كنخليوها مرخوفة بهذه الطريقة كيف كتشوفوا. تزيدوا شوية فقط. كيف قلت لكم البنات، اللبن يكون طبيعي، نخليه شوية حماض، حيت السر في الخميرة باش نجح لينا هو داك الحموضة ديال اللبن. خليه يحمض واحد اليومين، من بعد نخلطه مع العناصر. من بعد اخواتي ما خلطنا هاد الخليط ديال القمح واللبن، كنختاروا شي قرعه الزاج من الاحسن باش تنجح لينا العمليه. نختاروا الزاج، ما نديروش في بلاستيك، البلاستيك يفسد لينا التجربه. بسم الله، كيف كتلاحظوا اخواتي كناخدو تميرات كنديروهم الوسط. كيف كتشوفو ملي كنقومو بهاد العملية، كنجيبو بلاستيكة نسدو عليها مزيان، نغلقو عليها بالجهد اللي ما تخرجش منها النفس بهذه الطريقة. نخليوها تحت البوطاجي تكون في مكان دافئ، حيت اليوم، حيت دابا موسم الشتاء. نغطيوها، نزيدو مازال نغطيوها من الفوق بشي فوطة او شي توب يكون نقي، ونخليوها مدة 3 ايام او يومين او ربع ايام على حساب. كنحلوها كنلقاو ريحتها يعني تبدلت، ففي هذيك اللحظة كنعرفو ان الخميرة نجحت لينا 100%. ما كانتش الريحة ديالها مختلفة، فاش نخليوها. المهم الطريقة كيفاش نعجنو، كناخدو منها
واحد الجزء كنعجنو به، ملي كنساليو من العجينه ونكملو كنرجعو من العجينه كنرجعو للقرا، يعني كتبقى كيف كنقولو كيف كيقولو جدودنا، يعني كتولد لينا العجينه، هاد الخميره كتولد زعما. ناخدو منها القياس اللي بغينا وملي نعجنو ونساليو نرجعو من العجينه اللي عجنا نرجعو للقرا، وهكذا. كنتمنى الفكره تكون واضحه. بنات كنقول لكم اي حاجه خلوها لينا الجدود فنجربوها، لانها مناسبه لصحتنا وبزاف د الحوايج. فالمواد الطبيعيه ما كاينش بحالها، فنبعدوا شويه على المواد اللي ما معروفاش، حيت كثروا بزاف د الامراض بزاف وبزاف من اسبابها غير المطبخ ديالنا، غير العشوائيه في الطبخ والعشوائيه في الحياه. فكنتمنى البنات تجربوا هذه الخميره، هي غتجيكم المذاق ديالها اول مره في شويه الحموضه، ولكن مع المداومه غادي تعجبكم. ونلتقي من جديد في عالم حسنة ديجا، والى اللقاء.